بداية تشغيل النهاردة. دي إن شاء الله تكون انطلاقة جديدة إلى مصر للطيران في المملكة المتحدة. ألف مبروك لمصر للطيران إيجيبت إير، تاريخ طويل ومستقبل مشرق. اليوم وفي تمام الساعة 10 صباحا انطلقت من مطار القاهرة الدولية أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، والتي تعد من أكبر مدن المملكة المتحدة. عندنا 5 رحلات في الأسبوع إن شاء الله على مانشستر، غير 14 رحلة اللي بروح إنجلترا في الأسبوع. مبدأ الأساسي اللي أنا بعتز به هو التواصل، لذلك هذا الإقلاع للخط الطيران يشجع السياحة ما بين بريطانيا وبين مصر، ويشجع برضو العلاقات التجارية بين البلدين. النقاط الجديدة اللي احنا زودناها لشوف حوالي 6 نقاط منهم مانشستر، وإن شاء الله في المستقبل القريب هيبقى فيه نقاط أكثر. 5 رحلات مماثلة ستقوم بها مصر للطيران أسبوعيا، تتسع كل منها ل154 راكب، خطوة لاقت استحسان كثير من الركاب خاصة الذين يقصدون مانشستر بشكل متكرر. كنت الأول بحتاج أروح لندن وبعد كده أستنى لحد ما الباص يجي وبعد كده أركب باص 6 ساعات مثلا عشان أوصل مانشستر، بس الطيارة دي سهلت عليا كتير. فلايت دي دايركت على مانشستر على طول في 5 ساعات ونص. بالنسبة لنا احنا كنا اصلا مستنيينها تنزل، فجينا النهاردة اول رحلة، فبسطنا ان احنا يعني اول ناس طالعين فيها. على انغام الموسيقى وفي طريقهم لصعود الطائرة، تفاجأ ركاب اول رحلة مباشرة لمانشستر بهدايا في لافتة تذكارية مميزة لإحدى خطوات مصر للطيران في طريق خطتها الطموحة لتوسيع شبكة خطوطها المباشرة وتعظيم العلاقات السياحية والتجارية بين مصر والعالم. هدير جميل، مساء دي أمسية.